تمام. كريم هتكلمنا عن ايه انت دلوقتي؟ طبعا عايزين نتكلم يا كابتن اسلام على الشكل الاخير لنادي بيراميدز، لان في كل الاحوال تكييس ما عندوش الوقت الكبير ان هو يقدر يطبق فكره خلال 72 ساعه، ده امر صعب جدا. مع الكلام احنا بنتكلم ان هو السكواد الموجود او القائمه الحاليه لنادي بيراميدز مش هو اللي اختارها، وبالتالي هو جه على المجموعه الحاليه وهيبدا النهارده يحاول يطلع منهم افضل ما يمكن في مباراه بكره، ولازم طبيعي ان هو يلعب باخر شكل الفريق بيلعب بيه. فعشان كده عايزين مثلا نبص على مجموعه بنروح للفيديوهات، مجموعه الصور اللي معانا من مباراه بيراميدز والرجاء ونشوف فعلا الرجاء يوريك بيراميدز ليه. دي كان النهارده بيلعبوا اربع مباريات، احنا النهارده الصور اللي معانا دي من مباراه الذهاب اللي كانت هنا في مصر، ونشوف نادي بيراميدز. انا في وجهه نظري ارو بارينا اختار اختيار جيد انه حط ابراهيم عادل هو الاسترايكر في وقفه الدفاع، ده اللي احنا هنشوفه بكره، 4 4 2 فلات في الدفاع مش في الهجوم، في الدفاع بيحط رمضان صبحي جنب ابراهيم عادل عشان الاثنين الاسرع في الهجوم. تفتكر يا كابتن اسلام ايام ما كان الكابتن حسام البدري مدير فني النادي الاهلي وكان بيلعب بمروان محسن مهاجم صريح وكان عبد الله السعيد هو البلاي ميكر، كان دايما في الدفاع يوقف عبد الله جنب مروان، بس ساعتها عبد الله كان عنده القدره البدنيه انه يضغط كتير، دلوقتي ما يقدرش. عشان كده اروى برنامج كان بيختار مين؟ كان بيختار رمضان وبيختار ابراهيم عادل عشان يعملوا الضغط ده. لو رحنا للصوره اللي وراها ونشوف شكل نادي بيراميدز بالظبط، هنلاقي ان في ستاره في نص الملعب وابراهيم عادل هو بيحاول يرجع، ورمضان صبحي بيتمشى شويه مش مشكله، بس برضو الراجل واقف بيحاول يعمل اي نوع من انواع. في بكره مش هيتمشى، بكره هيخش لجوه. بكره لا، بص ما احنا رمضان صبحي لازم الناس تبقى فاهمه التغير اللي حصل لرمضان صبحي من ايام مارتينيول لما بعد عودته من انجلترا، عشان دي نقطه مهمه جدا. الناس بتقول هو ليه رمضان صبحي ما بقاش كويس، ده بسبب ان هو لما ساب الاهلي جمهور الاهلي عمل عليه ضغط نفسي وضغط معنوي، فيعيني الولد بقى كل يوم متضايق فما بيلعبش كوره. لا، هو كل يوم لا طبعا، واضح جدا ان رمضان صبحي بعد عودته من انجلترا مش هو رمضان صبحي ايام فتره مارتينيول. ليه؟ رمضان صبحي خد قرار هو حر فيه انه يحترف في انجلترا. اوكي، لو انت هتروح تحترف في انجلترا لازم تعرف انك عمرك ما هتلعب اساسي غير الاول ما يقيموك بدنيا، انت قواك البدنيه عامله ايه؟ تقدر تدافع ولا ما تقدرش؟ فلما بدا رمضان صبحي يلعب باسلوبه او بجسمه اللي كان ايام مارتينيول قال له لا ما ينفعش، خش الجيم وروح اتمرن وبعد كده نشوف. فبدات الكره العضليه في رمضان صبحي تزيد، حتى احنا بنبص دلوقتي الجسم رمضان صبحي هتلاقيه الى حد ما شبه كده البادي بيلدرز، يعني كتفه بقى عريض، صدره بقى عريض، اوكي ده فاين جدا، لكن ما ينفعش لعيب سكيلر. يعني ايه؟ ما ينفعش لعيب حريف. في فيديو معانا لو ممكن نشغله، لقطه لرمضان صبحي من مباراه الذهاب قدام النادي الاهلي، كان منفرد من الجبهه اليسرى. ونقيم كلام اللي انا قلته ده، رمضان صبحي ايام مارتينيول كان ياخد المدافع على الخط ويبدا يلف ويعمل الترقيصه، رمضان صبحي حاليا ما بيعملش غير ترقيصه واحده بس، انه يجري بشكل مستقيم ويرجع بشكل مستقيم، ما يقدرش يعمل الترنات بتاعت زمان، ما يقدرش يلف ويرقص. مظبوط، لكن قبل بس ما تكمل وقف ارجع بس يا سمير لو سمحت شويه الحته اللي فاتت، على فكره هو ده الكلام اللي كان بيقوله احمد ثابت، ان واحنا بنتكلم يا كريم نعم، ان هو نادي بيراميدز عايزك تضغط كده عشان يعمل لك الكره الطوليه الواضحه اللي باينه اهي في ظهرنا. هو عايز طبعا يخليك تقعد تضغط، بس هنا وضعا في الاعتبار ان اللقطه دي كنا بنتكلم على كان في هجمه للنادي الاهلي والكره اتقطعت، ما كانش فيها بيلدنج اب، فبالتالي بس هنا يعني الموقف شبيه اقرب يعني ان رمضان واقف ورا خط الوسط وبيك. بس انا عايز اركز النقطه دي والناس تحطها في بالها، رمضان صبحي زمان كان بيقدر يرقص بعضلات ركبه كتير، بيقدر يعني يعدي الكره من تحت اللاعب ما بين رجله، يلف يعمل السبعه، كل الكلام ده يقدر يعمله. دلوقتي ما بيقدرش يعمله كتير لان الكتله العضليه مش مساعداه، هو بقى قوي جدا بدنيا يعني لحد ما الكتله العضليه بقت بتمنعه ان هو يقدر يعمل السكيلز اللي كان بيعملها زي ما هو. عشان كده رمضان بيعمل ايه؟ بيرمي الكوره وبيعتمد على السرعه. وعشان كده نقطه مهمه جدا، لو في بقى صوره معانا انا برضو جايبها اللي هنلاقي فيها رمضان صبحي وعليه ضغط من اتنين لعيبه، افضل حاجه كان بيعملها بيتسو موسيماني في المباراه دي لما كان رمضان صبحي بياخد الكوره كان بيعمل له بوكسنج اوت. يعني ايه بوكسنج اوت؟ بحاول اوديه عند الخط عشان امنعه من الخطوره واضغط عليه باتنين. حتى هنلاقي في الصوره حمدي فتحي واعتقد احمد رمضان بيكهام كانوا عاملين ضغط، لا في صوره ثانيه
كان في صوره فيها رمضان صبحي على اليسار وحمدي فتحي واحمد رمضان بيكهام بيضغطوا عاملين دبل بريس عليه عشان يمنعوه من التمرير. هي دي افضل وسيله للضغط ومنع اجنحه نادي بيراميدز من التصرف في الكوره بحريه، انك تضغط على طول باتنين لعيبه على الجناح، سواء برضه احمد قال احمد الشيخ لان التكيس بيحب الاجنحه اللي بترقص. ايوه هي دي بالظبط اللعبه دي. بدا دفاع النادي الاهلي يدفع رمضان صبحي لغايه لما وصل عند الخط، وبالتالي هنا رمضان صبحي في اللعبه دي عمل ايه؟ اضطر ان هو يرجع الكوره لورا ويرجع يدور الكوره من اول وجديد.